زملائي الأعزاء، إذا انتقلت بحضرتكم إلى قاعدة مهمة جدا، هي شروط الدفاع الشرعي. بيفترض الدفاع الشرعي أن المعتدى عليه بيقوم برد الاعتداء الواقع عليه بفعل، وهنا بيتوسع القانون في أفعال الدفاع، ولكن لا يطلق هذا التوسع، وإنما قرر أن الدفاع الشرعي يجب أن يتم تحديده في صورة شروط، وقد وضع للدفاع الشرعي شروط، والقانون وضع شرطين للدفاع الشرعي. الشرط الأولاني هو لزوم الدفاع الشرعي، يجب أن يكون الدفاع الشرعي لازم. الشرط الثاني يجب أن يكون متناسبا. يبقى الشرط الأولاني يجب أن يكون الدفاع لازما، الشرط الثاني يجب أن يكون متناسبا مع جسامة الخطر. نتعرض للشرط الأولاني، يتعين أن تكون القوة المادية لازمة لدفع الاعتداء ورد الجريمة، وقد تحدثت المادة 246 عقوبات عن لزوم الدفاع لدفع العدوان. وهنا الشراح قالوا إيه؟ إذا كان في استطاعة المدافع أن يلجأ إلى السلطة العامة لدرء خطر الاعتداء عليه، فإن حقه في الدفاع ينتفي. يعني لو كان بإمكانه أنه يبلغ السلطة أن في اعتداء حيتم عليه، وكان في استطاعته أن يعمل الكلام ده، هنا قالوا أن حقه في الدفاع ينتفي. وقد تحدثت عن ذلك المادة 247 من قانون العقوبات. أما إذا انتقلت بحضراتكم إلى الشرط الثاني، وهو يجب أن يكون هناك تناسب في الدفاع مع الاعتداء، يعني يجب أن يكون الدفاع متناسبا مع الاعتداء. وهنا إذا نشب حق الدفاع بأن كان هناك اعتداء حال أو على وشك الحدوث، يتهدد النفس أو المال، وكان استعمال القوة المادية لازما لدفع هذا الاعتداء، هنا حضراتكم يجب على المدافع بأن كان هناك اعتداء حال أو على وشك الحلول يتهدد النفس أو المال، أن يبذل قدرا من القوة لدفع هذا الاعتداء يكون متناسبا مع الاعتداء. يعني إذا نشأ حق الدفاع وكانت القوة المادية لازمة لدرء هذا الدفاع، فيجب على المدافع أن يبذل قدرا من القوة لدفع هذا الاعتداء يكون متناسبا مع الاعتداء، ولكن لا يشترط في دفع الاعتداء أن يكون متكافئا مع الاعتداء، إذ قد يكون دفع الاعتداء أزيد من الاعتداء، ولكن هذه الزيادة تكون معقولة ومتناسبة بالنسبة للمدافع وبالنسبة لسنه وبالنسبة لقوته. لو إنسان كبير في السن أو طاعن في السن، وفي جمهرة من الناس من 3 أو 4 هيدخلوا عليه بعصاية وهو معاه عصاية، ورجل طاعن في السن وهنا معاه وسيلتين من وسائل الدفاع، عصاية في إيديه وطبنجة معاه مرخصة، ورجل طاعن في السن، هنا الوسيلة في رد الدفاع هو استخدم الطبنجة، لأنه هو شعر مش هيقدر بالعصاية إنه يقاوم 3 بيقوموا بالاعتداء عليه، فاستخدم الطبنجة. هنا قالوا إن هذه الوسيلة تكون متناسبة بالنسبة لظروف اللي هو كان فيها المدافع، وبالنسبة لسنه، وبالنسبة لقوته، وبالنسبة لحالته النفسية. وفي ذلك قيل بأن التناسب لا يعني التطابق بين الاعتداء والقوة، وإنما المقصود أن يكون هناك تناسبا بين الوسيلة التي كانت في متناول المعتدى عليه
وبين الوسيلة التي استعملها بالفعل. فإذا كانت الوسيلة التي استعملها بالفعل متناسبة في تلك الظروف التي كان فيها المعتدى عليه فإنها تكون متناسبة، ويكون الضرر الناشئ عن تلك الوسيلة هو الضرر المناسب لرد الاعتداء. الشراح قالوا إن تقدير التناسب ده أمر نسبي بيتعلق بظروف كل وقع، فقد تكون الوسيلة مناسبة في بعض الظروف وغير متناسبة في بعض الظروف الأخرى. يعني بدل الراجل كبير السن أو الطاعن في السن، لو في شاب مفتول العضلات ومعاه طبنجة وعصاية وجم تلاتة عليه وحيضربوه ومعهم عصي، هنا ده راجل مفتول العضلات وراجل قوي البنية، وهنا حيستخدم العصيان لأنه هو يقدر. إذن هذا التناسب بيبقى تناسب نسبي يتعلق بظروف كل وقعة بحسب الظروف اللي أنا قلتها على حضراتكم، أو بحسب ظروف المدافع وقت رد العدوان، والظروف دي بتكون متعلقة بسنه أو بقوته أو بحالته النفسية. أنا بتحضرني الذاكرة بقضية كانت معروضة علي المجني عليه بعد أن علم بمقتل والده، بدأ يتعقب قاتليه في كل مكان كانوا بيقصدوه بيتعقبهم، حتى تعقبهم التعقب الأخير في زراعة والده. وما أن شاهده والد المتهمين الأول والثاني حتى تصدى له وعاجله بضربة عصا على جبهته لإعاقته وشل حركته، ثم واصل الاعتداء عليه بعصاية بها طرف مدبب معدني وطعنه في صدره وفي ظهره وفي وجهه بقصد قتله. وبعد أن تأكد من إزهاق روحه قدم المتهم الثالث ده هو وولاده إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وصدر الحكم بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة، وعرضت علي القضية لعمل حكم بالنقض، وتم الطعن على الحكم بالنقض. وهنا أنا استخدمت قاعدة من القواعد القانونية اللي هي القاعدة الوردة في المادة 245 من قانون العقوبات، التي تنص على إنه لا عقوبة مطلقة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله. وهنا حضراتكم مستحضر القاعدة القانونية سالفة الإشارة عليها، وهي أن حالة الدفاع الشرعي لا تستلزم حصول الاعتداء بالفعل من المجني علي على المتهم، وإنما يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم حصول جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي على النفس. أيضا ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره. المتهم الثالث اللي هو والد المتهمين اللي كان بيتعقبهم المجني عليه، هنا لما شاف المجني عليه بيتعقب أولاده حتى وصل إلى الزراعة بتاع والدهم، ماذا ينتظر بعد ذلك؟ ما هو ده فعل التعقب، ده هو فعل خشى منه المتهم أن يحصل. هنا شعر أن هذا قد أوقع الرعب والخوف في تصوره، وتيقن أن أذى سيلحق بأولاده، وأن جراحا بالغة ستصيبهما وقد تؤدي لقتلهم. طب ينتظر إيه بعد كده؟ وهنا الشراح قالوا أنه مش لازم يحصل اعتداء، ولكن قد لا يستلزم حصول الاعتداء بالفعل من المجني عليه على المتهم، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. ولا يلزم في الفعل المتخوف منه اللي هو التعقب أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره، بشرط أن يكون لهذا التصور أسباب معقولة. هو شاف أنه طب هيستنى إيه؟ ما هو هيستنى لما يتم الاعتداء على أولاده ويموتوا بعدين يبقى يدافع، أبدا مش هيبقى فيه دفاع شرعي. لو مات، لو ضربهم ضربوا أولاده
وموتهم وجري وضربه يعاقب بتهمة القتل العمد. يبقى هنا الشراح قالوا إيه؟ إذا تبينت أن هناك فعل تخوفت منه صدر من المجنى عليه، وتيقنت أن أذى سيلحق بأولادك وأن جراحا بالغة ستصيب بهما، هنا عليك أن أنت ترد هذا التخوف، وكان هذا التخوف مبني على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي استخدمها المتهم، فاعتبر في حال الدفاع شرعي عن نفس أولاده. طبعا تم الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، لأن قيام حالة التلبس زي ما قلنا في صحيح القانون لا تستلزم حصول اعتداء بالفعل، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في تصور المتهم هو اللي تصور أنه هذا الفعل هيترتب عليه قتل، هيترتب عليه إصابة أولاده، فكان هذا الفعل اللي تخاف من المتهم كان وضع المتهم في حالة تجعله يرد هذا الاعتداء أو خطر الاعتداء، اعتداء حال أو اعتداء على قبل الحلول. فهنا لابد أنه يستخدم حق الدفاع الشرعي. قررت هنا محكمة النقض نقض الحكم وإعادة المحاكمة، وقضت محكمة الإعادة بالسجن 3 سنوات مشددة ضد المتهمين 3، لأنها اعتبرت أن المتهمين قد تجاوزوا حدود حق الدفاع الشرعي، وقالت كده المحكمة في أسباب الحكم إن المتهم الثالث حينما شاهد المجنى عليه يتعاقب أولاده فعاجله بضربة عصا على جبهته لإعاقته وشل حركته، وبعد أن تحقق ذلك له كان عليه أن يتوقف الدفاع، لأن الدفاع شرع لمنع التعدي أو الاستمرار فيه وليس للقصاص أو الانتقام، فكان عليه أن يتوقف، وإنما واصل الاعتداء وحتى أزهق روح المجنى عليه، وهو الأمر الذي يكون قد تحقق في حقه إنه تجاوز حق الدفاع الشرعي، ومن ثم يتم معاقبته طبقا لنص المادة 251 اللي هي من قانون العقوبات، اللي هي بتقول لا يعفى من العقاب كلية من تعدى بحسن نية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. المحكمة في حكمها اللي انت دفعت عن خطر بيحيق بأولادك، طيب ما انت رحت ضربه بالعصا لإعاقته وشل حركته، طيب وقد تحقق لك ذلك، فكان عليك ان انت تتوقف، لان حق الدفاع الشرعي شرع لمنع الاعتداء وليس للقصاص او الانتقام او لمعاقبة معتدي على اعتدائه. وهنا القاعدة بقى اللي نشأت بخصوص هذا الامر هي متى ينتهي حق الدفاع. الشراح قالوا بقى ما هو لازم حق الدفاع ينتهي، طب امتى؟ قالوا ينتهي حق الدفاع بزوال الخطر، او بمعنى ادق ينتهي حق الدفاع بزوال الاعتداء فعلا. فاذا تبين من الاوراق ان المتهم ارتكب جريمته بعد انتهاء فعل الاعتداء فانه لا يكون في حال الدفاع شرعي، وانما يكون ما صدر منه هو جريمة معاقب عليها وليس حال الدفاع الشرعي. وهنا حضراتكم قالوا ومن ثم فلا محل للدفاع الشرعي إذا استطاع المعتدى عليه انتزاع سلاح المعتدي فصار أعزل لا يظهر عنه خطر، ولا محل للدفاع الشرعي أيضا إذا فر الجاني متخليا على المسروقات أو هرب بعد أن وضع النار في المكان الذي يريد إحراقه. يعني بعد ما ينتهي الاعتداء بينتهي حق الدفاع، يبقى ينتهي متى ينتهي حق الدفاع؟ ينتهي حق الدفاع بزوال الخطر، أو بمعنى أدق ينتهي الحق في الدفاع بزوال الاعتداء فعلا. فإذا ارتكب المتهم جريمته بعد انتهاء الاعتداء فلا يكون في حال الدفاع شرعي، وتطبق عليه عقوبة الجريمة العادية المنصوص عليها في قانون العقوبات. بننتقل إلى محطة أخرى مهمة في حالة الدفاع الشرعي أو في حق الدفاع الشرعي، هي
لقيام حالة الدفاع الشرعي لابد من توافر العلاقة بين إصابة المتهم وبين اعتدائه على المجني عليه. إزاي الكلام ده؟ لقيام حالة الدفاع الشرعي لابد من توافر العلاقة بين إصابة المتهم وبين اعتدائه على المجني عليه. إذا نظرنا في مفردات أي دعوة بنجد فيها عدة إصابات بالمتهم أثبتها تقرير مصلحة الطب الشرعي أو أثبتها معينة الشرطة للمتهم، فإن تلك الإصابات يستدل منها على قيام حالة الدفاع الشرعي إذا كانت هناك علاقة بينها وبين الاعتداء الذي وقع من المتهم على المجني عليه. يبقى هنا بتتوافر حالة الدفاع الشرعي من إثبات وجود إصابات بجسد المجني عليه ثبتت في مفردات الدعوة، وثبتت العلاقة بين تلك الإصابات وبين اعتدائه على المجني عليه، بقت في علاقة بين الاثنين. بس في حاجة مهمة قوي، إذا اتعرضت قضية على حضراتكم لابد لإثبات توافر حالة الدفاع الشرعي لابد من توافر أمرين. عشان يثبت توافر حالة الدفاع الشرعي في القضية دي من عدمه لابد من توافر أمرين لإثبات توافر حالة الدفاع الشرعي في القضية دي. لكن مش أنا أدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وبس بدون تبيان الأمرين اللي أنا قلت عليهم. الأمر الأول، يجب تصوير مفردات الدعوة أن يبين ما وقع من المجني عليه من محاولة الاعتداء على المتهم وملاحقة له مما أوقع الخوف والرعب في قلب المتهم، وتيقن أن أذى سيلحق به وأن جراحا بالغة ستصيبه وقد تؤدي لقتله. الأمر الأولاني عشان نثبت أن هناك حالة توافر، إثبات توافر حالة دفاع شرعي لابد من توافر أمرين. الأمر الأول، يجب أن تبين مفردات الدعوة ما وقع من المجني عليه من محاولة الاعتداء على المتهم وملاحقته له مما أوقع الرعب في قلب المتهم، وتيقن أن هناك أذى سيلحق به وأن جراحا بالغة ستصيبه وقد تؤدي لقتله. أدي الأمر الأول. الأمر الثاني هو تناول ما أصاب المتهم من إصابات من جراء اعتداء المجني عليه له في نفس اليوم، وله في نفس اليوم دي لها حديث مع حضراتكم. يبقى تناول ما أصاب المتهم من إصابات من جراء اعتداء المجني عليه له في نفس اليوم والثابتة من المفردات، وبيان علاقتها بالاعتداء الذي وقع من المتهم على المجني عليه، وهو ما يبين حقيقة الحالة التي كان عليه المتهم والمجني عليه أثناء وقوع الحادث. يبقى في الأمرين دول، الأمر الأولاني حضراتكم يجب أن تصور مفردات الدعوة ما وقع من المجني عليه من محاولة الاعتداء على المتهم وملاحقته له مما أوقع الرعب والخوف في قلب المتهم، وتيقن أن أذى سيلحق به وأن جراحا بالغة ستصيبه وقد تؤدي لقتله. أدي الأمر الأولاني. الأمر الثاني، تناول ما أصاب المتهم من إصابات من جراء اعتداء المجني عليه له في نفس اليوم والثابتة بمفردات الدعوة، وبيان علاقتها بالاعتداء الذي وقع من المتهم على المجني عليه، وهو ما يبين حقيقة الحالة التي كان عليها المتهم والمجني عليه أثناء وقوع الحادث. في نفس اليوم دي بيان تناول ما أصاب المتهم من إصابات والثابتة بمفردات الدعوة من جراء اعتداء المجني عليه على المتهم في نفس اليوم. يعني إيه؟ يعني ما يجيش المتهم المجني عليه يعتدي عليه يوم الثلاث ويصيبه بإصابات وخلاص ويمشوا ويتفضوا والناس تسلكهم ويمشوا، يجي يوم الخميس المتهم يكمن للمجني عليه أثناء مروره في الشارع اللي هو عارف أنه بيمشي منه، ويقوم بالاعتداء عليه وإصابه بإصابات تؤدي بقتله، ويقول أنا كنت بستعمل حق الدفاع الشرعي. لا، اشرح قاله إيه؟ تناول ما أصاب المتهم من إصابات من جراء اعتداء المجني عليه على المتهم في نفس اليوم. يعني الإصابات بتاع المجني عليه ورد الاعتداء من المتهم يكونوا في نفس اللحظة، ويكونوا في نفس الساعة، ويكونوا في نفس المكان. أما إنه يبقى يضرب قبلها بيوم
ويجي تاني يوم يقول أنا مقتل. لا، هنا بيعاقب، لو حصل الكلام ده بيعاقب بالعقوبة العادية المقررة لجريمة القتل العمد.